نعم، في الواقع لا أتصور إصدار مثل هكذا بيان كافي للرد على احتمال أن تكون هناك اعتداءات تركية إجرامية ضد مناطق الإدارة الذاتية وضد شمال شرق سوريا. وأتصور أيضا أن هذا البيان لا يخرج عن الإطار الشكلي الضروري الذي يمكن أن تقول الحكومة السورية ويقول النظام أنه معني بحدود سوريا وأنه يمثل سوريا بكافة أطرافها. لكنني أستبعد أن يتم إلحاق هذا البيان بخطوات جادة نحو حوار سوري لا يعيد الهيمنة والاستبداد ولا يعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى ما قبل عام 2011. إذا كان النظام معني بالفعل بالدفاع عن المنطقة وبالدفاع وبالوقوف مع مكونات مناطق الإدارة الذاتية ضد أي تهديدات عدوانية فاشية تركية محتملة، فعليه أن يأخذ موقفا مختلفا في قضايا الحوار مع مؤسسات الإدارة الذاتية، وعليه أن يكون مقتنعا بأن سوريا الجديدة يجب أن تكون متعددة وديمقراطية. ودون ذلك لا 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 أستبعد أن يحدث أي تطور إيجابي في هذا الملف. وأنا في الواقع أستبعد وأميل إلى أن النظام لن يتخذ خطوات كافية للتضامن مع المنطقة وللدفاع عن سيادتها كما يجب وكما يليق. تعتقد أنه يعني رد أو تصريح شكلي، ولكن يعني في ظل الوضع الاقتصادي السيء في سوريا وصعوبة تأمين المتطلبات اليومية، يعني حتى الخبز أصبح صعبا على الناس، والهجمات المستمرة للاحتلال التركي، وأيضا يبدو أن مساعي الحل السياسي من قبل المجتمع الدولي متوقفة تماما، هنا ألم يدرك السوريون أن الحل الوحيد هو في الحوار السوري؟ يعني يجب أن تبدأ حوارات. الكرة كانت دائما في ملعب النظام. النظام هو دائما من كان يرفض الحوار الذي يهدف إلى بناء مستقبل جديد ديمقراطي تعددي وخلق بيئة سياسية مواتية لجميع السوريين كي يتجاوزوا هذه الأزمة وهذه الأعوام الثقيلة التي مرت على البلاد. لكن للأسف لم يكن النظام جادا بأي معنى من المعاني طوال الفترة الماضية، ولا أتوقع أن يكون جادا في هذه المرحلة. لكنني أود أن أقول بخصوص العدوان التركي المحتمل أن تركيا أيضا بنواياها الإجرامية ليست مرتاحة تماما، هي أيضا تسير في حق الألغام أثناء حديثها عن اعتداء من قبيل هذا الاعتداء، لأنها إذا أرادت أن تستثمر التداعيات الحدث الأوكراني لا سيما موضوع توسيع الناتو في شمال شرق سوريا، فهذا يتطلب بالضرورة منها أن تعرف كيف تسير وأن ترضي الطرفين أو تعمل على إرضاء الطرف الروسي الضامن والطرف الأمريكي الضامن. وأستبعد تماما أنها قادرة على إحداث مثل هكذا توازن. لذلك لا أرى الآن في هذه التهديدات إلا بالون اختبار ومحاولة للابتزاز وإيجاد زحزحة للوضع في مناطق الإدارة الذاتية بحيث تميل الصورة إلى مصلحتها. ليست مرتاحة كما يجب، وليست ولا تستطيع أن تأخذ خطوات كما أتصور وكما أحلل. لذلك علينا أن نكون واعين ومرنين وأن نتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة بما فيها حصول مثل هكذا عدوان وفق ثوابت ومبادئ. أستبعد تماما وأنفي تماما أن مؤسسات الإدارة الذاتية يمكنها وأستبعد أن مؤسسات الإدارة الذاتية يمكنها أن تتخلى عن مبادئ تجربة الإدارة وعن الخطوط الرئيسية فيها. هذا أمر مستبعد تماما وغير وارد على الإطلاق. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد فراس قصاص رئيس حزب الحداثة والديمقراطية لكل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من برلين.